وجبل في مباراه سويسرلاند اللي كانت هنا في القاهره، واليوم يعني خرج من المجموعه لان اللي بيلعب حارسين لكنه حارس عملاق كبير باذن الله يكون له فرصه في المره القادمه. ويكفي ان هناك اربع حراس هو واحد من بينهم، لما حصل على فرصه في سموحه تفوق وتالق بخلاف قعدته على الدكه في نادي الزمالك. معانا ومعاه كابتن محمد ابو جبل. يا كابتن محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ازيك عامل ايه؟ الله يخليك ويبارك فيك، اخبارك؟ الحمد لله استاذ محمد، كله كويس والله الحمد لله بخير. طمنا كده على منتخب مصر قبل ما يسافر، حضرتك كنت موجود معاه؟ والله الحمد لله منتخب مصر بألدى الحال، والحمد لله عندنا كل المقومات ان شاء الله للمكسب الماتش الجاي باذن الله، لان هدفهم كله الثلاثه بونت، يعني ده اهم حاجه بالنسبه لنا. وجودك في المعسكر ده يا كابتن استفدت منه ايه؟ والله يمكن انا كنت محتاج اكون موجود في المعسكر، كنت محتاج ان انا اكون موجود اصلا في المنتخب الفتره دي، يعني شرف كبير جدا لاي لاعب في مصر ان هو يمثل منتخب بلده. حاجه بتديك دفعه وتديك طاقه من جواك لا اراديه، انك انت بتحاول تطلع كل اللي عندك عشان تساعد اي طريقه، سواء كنت موجود في الملعب او بره الملعب او اي حاجه، المهم انك انت موجود في المنتخب. يعني شرف عظيم لاي حد انه يتمنى اي حد يكون موجود مكاني، فبحمد ربنا ان انا كنت موجود في المعسكر ده، استفدت منه كتير وطلعت منه حاجات كتير جدا في الكام تمرين اللي انا اتمرنتهم، في الاجواء اللي انا عشتها، في المباراه، في التعامل، في كل حاجه. طبعا في اختلاف كبير جدا بين اي مكان من حيث التدريب ومن حيث الاجواء. طبعا يمكن بشكر الكابتن ناجي ومستر اجير على ان انا اخذت الفرصه دي وان انا عشت التجربه معاهم، واتمنى ان شاء الله ان انا الفتره الجايه اكون موجود باستمرار باذن الله. كابتن ناجي قال لك ايه يا كابتن؟ يعني لما جه يقعد معاك قال لك ايه؟ الكابتن ناجي بصراحه يمكن شخصيه ظريفه جدا، يعني اول مره اتعامل معاه؟ لا لا لا، كان دايما مع تواصل بالتليفون، بس هو يعني دايما بيقنعنا بكل الطرق، بيقنعنا بالتمرين وبيقنعنا بالكلام، ودايما بيحاول يساعدني بكل طريقه، لان انا من اول كلام ليا معاه في المعسكر ان انا جاي المعسكر عشان استفاد من قيمه الكابتن ناجي ومن تمرينه ومن خبرات اللي موجوده عنده، وطبعا اكتسبت خبرات كتير جدا من الاجوان اللي موجوده معايا. يعني كلنا بنتعلم من بعض، ما فيش حد كبير عليه، فرحة كبيرة جدا بالنسبة لي ان انا اكون موجود انا اعلم معاهم وان انا استفدت من الخبرة بتاعت الكابتن ناجي. ايوه، لما جه يختار قال لك ايه؟ يعني انت مكمل معانا بعد كده؟ والله يمكن الاختيار لما كان جه يتكلم معايا كان قال لي احنا هناخد الثلاث اجوان الموجودين، انت هتخرج بره الماتش ده، كمل في ناديك بنفس المستوى واكتر كمان، انت دلوقتي موجود في منتخب مصر، الان موجود عليك، انت جون من اجوان منتخب مصر، لازم تكون عندك كل المقومات انك انت تشيل فرقتك كانك بتلعب مع المنتخب بالظبط، عشان مكانك في النادي وادائك في النادي هو اللي هيجيبك تاني المعسكر في المنتخب، وهيجيبك موجود تاني معانا معسكر واثنين وثلاثه واربعه ويمكن دايما على فور. فطبعا يمكن طريقه الكلام مقنعه شويه، وانا من النوع اللي بقتنع بطريقه الكلام، فيعني كان هي دي طريقه الكلام، وانا بالنسبه لي كان شرف ان انا اكون موجود. كان شرف ان انا اكون موجود في منتخب مصر، لان طبعا لما بمثل المنتخب دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. طب كابتن محمد، هل ثقتك في نفسك وقدراتك هي اللي دفعتك للرحيل من نادي كبير ونادي عظيم زي الزمالك الى سموحه، وهو نادي كبير ونادي عظيم ايضا، من اجل المشاركه اساسيا؟ اكيد يمكن انا عدم لما قعدت مع نادي الزمالك في اخر فتره ليا كان معايا على التجديد وما توصلناش لاتفاق، فقررت ان انا انتقل لسموحه. فيعني لو كنت جددت في الزمالك كده كده برضو كنت هطلع عن طريق الاعاره. أيوة. بس يعني قررت ان انا اطلع حر احسن، مش عن طريق الاعاره، اخد التجربه لوحدي. طلعت عن يعني حر من نادي الزمالك ورحت سموحه، عشت التجربه هناك والحمد لله ربنا كرمني باداء كويس جدا، بقى لي ثلاث سنين، يمكن دي ثالث سنه ليا في سموحه. يمكن الحمد لله من فضل ربنا عليا ان انا رحت نادي زي سموحه في كل المقومات، نادي كبير عنده كل مقومات البطوله، ان شاء الله يستحق ان هو ياخد بطوله الفتره الجايه باذن الله. عقدك يخلص امتى مع سموحه يا كابتن؟ انا لسه فاضل لي سنه. هل في مفاوضات فعلا من نادي الزمالك للعوده اليه؟ لا لا لا، مفيش اي مفاوضات لحد الوقت. خالص لا. هل ترغب في الرحيل عن سموحه ولا الاستمرار مع سموحه؟ لا انا لو جاك الزمالك. انا موجود مع ناديه دلوقتي، انا راجل محترف،
موجود مع نادي سموحة. نادي سموحة اسم كبير، نادي كبير، هو اللي عمل كيان أبو جبل الفترة الأخيرة سنة وموقعها لحد آخر يوم. ولو النادي بيطالبني في تجديد ما عنديش أي مشاكل في التجديد خالص، لأن الجديد فتح معايا أنا شمس في التجديد خالص. أنا كل مشكلتي أو يعني مش مشكلتي أي لاعب محترف لو النادي أو لو عرض كويس يليق باسم نادي سموحة أكيد اسمي مش هيقف في طريق أبو جبل، وده الاحتراف في الكورة يعني. أنا ماشي بالمبدأ ده. يا رب بالتوفيق لك يا كابتن محمد والنادي سموح والمنتخب مصر دايما كعنصر اساسي باذن الله في المنتخب في الفتره القادمه ومن القوام الاساسي للمنتخب. شاكر لحضرتك جدا يا كابتن محمد. عندنا بعض الحاجات ان الاخبار السريعه اللي هنقولها عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، ان الزمالك بيهدد بفسخ عقد عارض سيسي لو شارك في مباراه دور ال 16 في البطوله العربيه اللي تم نقل